تواصل تشكيلة اتحاد العاصمة لعب لقاءات الودية التحضيرية خلال معسكرها الإعدادي الذي تقيمه بالأراضي التركية استعدادا للموسم الكروي الجديد، إذ فاز أشبال فيلوت سهرة الأحد على الوحدات الأردني بنتيجة هدفين مقابل هدف. الثنائية حملت توقيع اللاعب نصومبو. الاتحاد فاز بكل لقاءاته الودية التي لعبها في تركيا والتي جمعته بكل من سيسلي أناضول التركية، وفاز عليه برباعية نظيفة قبل أن يتفوق في اللقاء الثاني على حساب استقلال طهران الإيرانية بنتيجة هدفين مقابل هدف، وعلى استقلال أهواز الإيراني بنفس النتيجة. مباراة الوحدات الأردني هي الأخيرة لعناصر اتحاد العاصمة وفق البرنامج التحضيري الذي أعده الفرنسي فيلود لأشباله قبل شد رحال العودة إلى أرض الوطن والانطلاق في التحضير لمباراة السوبر التي ستجمعه بالغريم التقليدي مولودية الجزائر في 9 أوت المقبل.